عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وفيديو اليوم عبارة عن الحلقة 17 من تطبيق اللغة الفرنسية. تطبيق اللغة الفرنسية ليس في الفيديو، ولكن في حياتك اليومية، كل ما يتعلق بالمطبخ والأكل. يعني سنتكلم اليوم عن كل ما يتعلق بالمطبخ والأكل، وهذا يهمك أنت وأنت وأطفالكم وإخوانكم وما شابه. وقبل أن أبدأ الدرس سأجيب بعض التعليقات بسرعة. هناك من قال أنني لا أستطيع تعلم اللغة الفرنسية وصمت. عليك أن تفعل الأشياء التي تعتقد أنه ليس باستطاعتك أن تفعلها، وإلا فإن حياتك هي فقط عبارة عن أكل وشرب ونوم. يعني لا تتحدى نفسك. من يواجهون تحديات في الحياة هم أكثر خبرة ومهارة في التغلب عليها. يعني ما دمت تحديت نفسك واجتزت كل المراحل وتعلمت اللغة الفرنسية رغم صعوبتها ورغم، فإنك ستكتسب خبرة ومهارة. وسأجيب من قال أنني أفشل دائما في تعلم اللغة الفرنسية. اعلم أخي أن إذا فشلت فلتكن هذه هي أولى نقاط نجاحك من خلال التغلب على هذا الفشل. أول نقطة من نقاط نجاحك هو التغلب على الفشل، وإلا ستبقى دائما فاشل ولن تنجح أبدا. وسأبدأ الدرس على بركة الله. قلنا في الدرس سأذكر كل ما يتعلق بالمطبخ والأكل، وسنتعلم كيف نتكلم مع بعضنا البعض. أولا، je fais la cuisine. Je fais la cuisine. Je fais la cuisine. مثلا إذا كنت تريد أن تقول لشخص ما أنني أقوم بأعمال المطبخ، الزوجة تقولها لزوجها أو الأخت تقول لأخيها وما شابه، فإنك ستقول je fais la cuisine، أو إنك ستقولين je fais la cuisine، أقوم بأعمال المطبخ. Je fais la cuisine. Je fais la cuisine. أي كل ما يتعلق بالمطبخ. ولكن إن كنت تريدين أن تقولي مثلا أغسل الأواني، ستقولين je fais la vaisselle. وسأكتب هذا الآن. إذا كنت تريد أن تقولي أقوم بالتسوق، tu fais les courses. أقوم بالتسوق، je fais les courses. Je fais les courses. أقوم بالتسوق، أي أشتري الخضر والفواكه والخبز واللحم وما شابه. Je fais les courses. و tu fais les courses. تقوم بالتسوق، أنت أو أنت تقومين بالتسوق أو تقوم بالتسوق. Tu fais les courses. مثلا ستقول ماذا يفعل؟ Qu'est-ce qu'il fait؟ ماذا يفعل للمذكر. وإذا قلنا كيسكيل في، ماذا تفعل؟ إذن قلنا نحن كيسكيل في، ماذا يفعل؟ كيسكيل في، كيسكيل في، كيسكيل في، كيسكو، 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 ماذا؟ il fait يفعل. qu'est-ce qu'il fait؟ ماذا يفعل؟ أو qu'est-ce qu'elle للمؤنث، qu'est-ce qu'elle fait. سنقول elle fait la vaisselle. elle fait la vaisselle. تقوم بغسل
الأواني. Elle fait la vaisselle. 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 Elle fait la vaisselle. تقوم بغسل الأواني. مثلا يقول لك مثلا زوجك ماذا تفعل البنت؟ بنتكم مثلا يقول لك كيس كال في، أي ماذا تفعل؟ ستقولين أنت الفي لا فيسيل مثلا، أو إيل في. إذا قلنا إيل فإن نتكلم عن المذكر، الفي لا فيسيل أي يقوم بغسل الأواني. Il fait la vaisselle. يقوم بغسل الأواني. Elle fait la vaisselle. Elle fait la vaisselle. تقوم بغسل الأواني. مثلا ابنكم الصغير أو بنتكم الصغيرة ستقول لك، أخوك الصغير سيقول لك Je n'aime pas le fromage. Je préfère manger un yaourt. Je n'aime pas. J'aime, ohibbo. Je n'aime pas, ana la ohibbo. Le fromage, al-jubn. Je préfère, ofaddilu ou ana ofaddilu. Manger, an akula. Un yaourt, al-raib ou zabadi. Ana la ohibbo, al-jubn. Je préfère, ana ofaddilu, an akula. لبن الريب الزبادي. من يحب الفخوماج فليكتب جيم لو فخوماج في التعليق، ومن لا يحب الفخوماج فليكتب جو نيم با لو فخوماج. اذا قلنا جو نيم با لو فخوماج، جو بريفير مانجي ان ياورت، انا لا احب الجبن، انا افضل ان اكل لبن الريب او الزبادي. ان ياورت أي لبن الريب أو الزبادي. إذن طفلك الصغير أو طفلك الصغير يقول لك Je n'aime pas le fromage. علمه أن يقول لك Je n'aime pas le fromage. Je préfère manger un yaourt مثلا. مثلا أن يقول لك علمه أو علمي ابنك أو بنتك أن تقول مثلا تريد شرب كوب من الحليب كل صباح مثلا. ستقول Je bois un verre de lait chaque matin. Chaque matin. Je bois un verre de lait chaque matin. اكتبوا الآن دار بوز واكتبوا في التعليق ما هي Je bois un verre de lait chaque matin. Je bois ترجمتها un verre ترجمته de lait ترجمته شاك متى ترجمتها. الآن أنا سأكتب وأيضا سيقول لك مع الحبوب. مع الحبوب avec des céréales. avec des céréales الحبوب التي توضع مع الحليب. إذن أشرب كوب من الحليب كل صباح. je bois أشرب أنا un verre de lait chaque matin. أي طفلك الصغير علمه كيف يقول لك Je bois un verre de lait chaque matin. أو سيقول لك مثلا أو ستقولي له أنت أو أنت Tu bois un verre de lait chaque matin avec des céréales. مع الحبوب. avec des céréales. مع الحبوب. Je bois un verre de lait chaque matin avec des céréales. ستقول لطفلك مثلا عليك أن تأكل خمس فواكه مثلا أو خمس فواكه وخضر في اليوم. مثلا ستقولين أو ستقول بهذه الطريقة ستعلمون أطفالكم اللغة الفرنسية. Il faut manger cinq fruits. ولازلنا نحن في إطار تعلم اللغة الفرنسية في ثلاثة أشهر. هذه الجمل هي تطبيق للغة الفرنسية على أرض الواقع. يعني أنتم ستتكلمون في منزلكم وستتكلمون باللغة الفرنسية وستترددون الجمل التي أنا أقولها. مثلا ستكتب في دفتر أو في مذكرة وستحاول أن تحاور ابنك
وبهذا ستتعلمون اللغة الفرنسية وستتبادلون مجموعة من الجمل والأفكار. إذن il faut manger 5 fruits, قلنا أن ستقول لهم مثلا ينبغي عليك أن تأكل 5 فواكه وخضر, أو عليك أن تأكل 5 فواكه وخضر. il faut manger 5 fruits et légumes par jour, كل يوم, في كل يوم أو في اليوم. عليك أن تأكل 5 فواكه وخضر في اليوم, في اليوم. il faut manger 5 fruits et légumes par jour, عليك أن تأكل 5 فواكه وخضر في اليوم. il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. مثلا تريد أن تقول له هل تريد الزبدة مثلا, أو هل تريد لا كونفيتور, أو هل تريد الزبدة على خبزك, أو تفضل المربى مثلا لا كونفيتور. ستقول veux-tu du beurre, beurre هي الزبدة. ستقول لطفلك مثلا, أو لأخيك الصغير, أو لزوجك مثلا, أو هو سيقول لك veux-tu du beurre sur ton pain, veux-tu du beurre sur ton pain, sur ton pain, ou préfères-tu de la confiture. لاحظ أن هذه الجملة تستعمل كثيرا وهي رائعة جدا. نقول مثلا veux-tu du beurre sur ton pain, veux-tu du beurre sur ton pain, هل تريد الزبدة على خبزك. لتعلموا أن اللغة الفرنسية هي أنيقة. مثلا من يتحدث باللغة الفرنسية هو يعتبر أنيق, أو يعتبر من الطبقة الراقية, يعني أن هناك ثقافة وهناك تفكير جيد. وأيضا من يتكلم باللغة العربية يتقنها, من يتقن اللغة العربية فهو أنيق أيضا. ولكن اللغة الفرنسية هي كبريستيج, نقول أن الفتاة عندما تتكلم اللغة الفرنسية فهناك نوع من البريستيج. وأيضا بالنسبة لي الرجل, veux-tu du beurre sur ton pain ou préfères-tu de la confiture, هل تريد الزبدة على خبزك, ou préfères-tu de la confiture, أو تفضل المربى. إذا la confiture المربى, beurre هو الزبدة. beurre, veux-tu du beurre sur ton pain, veux-tu du beurre sur ton pain, ou préfères-tu de la confiture, هل تريد الزبدة على خبزك, أو تفضل المربى. j'ai du chocolat, des œufs, des œufs et de la farine, j'ai du chocolat, des œufs et de la farine. هنا لا نقول des œufs, هذا خطأ شائع, وهذا الخطأ يرتكبه حتى المحترفين. ولكن عندما يكون الاسم ديز مفرد نقول, إذا حذفنا اس نقول لوف, أي بيضة واحدة لوف, ننطق اف. وإذا كان جمع نقول ديز أو ليز, ديز أو ليز, لا نقول ديز أو ليز, نقول ديز أو ليز, وهو البيض. إذن j'ai du chocolat, لدي الشوكولاتة, des œufs البيض, et de la farine والدقيق. je peux faire un gâteau, je peux faire un gâteau, أستطيع أن أستطيع تحضير الكعكة. مثلا الزوجة تقول للزوج, أو البنت تقول لأبيها j'ai du chocolat, لدي الشوكولاتة, des œufs والبيض, et de la farine والدقيق. je peux faire un gâteau, أستطيع تحضير كعكة.
J'ai du chocolat, des œufs, de la farine, je peux faire un gâteau. J'ai du chocolat, des œufs et de la farine, je peux faire un gâteau. لدي الشوكولاتة والبيض والدقيق أستطيع تحضير كعكة. مثلا ستقولين ليس لدي الخضروات الطازجة أو الخضروات الطازجة. ستقولين أو ستقول je n'ai pas ليس لدي je n'ai pas de légumes frais. 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 Et il est là, je n'ai pas là, de légumes al-khodrawat frais tazija. Je n'ai pas de légumes frais. La testahinu bihati yiddos. Wa a'idu ma'il jumal. فبهذه الطريقة ستتعلم اللغة الفرنسية. فقط تابع معي الفيديوهات ومع مرور الوقت ستعلم أن هذه الطريقة هي طريقة جيدة. قلنا je n'ai pas de légumes. مثلا الزوج يقول لزوجتي أو الزوجة تقول لزوجها أو أحد أفراد يقول من العائلة يقول للآخر بدلا من أن تنظر إلي هل يمكنك فتح الثلاجة لأضع فيها الخضروات الطازجة مثلا. بدلا من أن تنظر إلي تقول au lieu de me regarder au lieu de me regarder أي بدلا من أن تنظر إلي pourrais-tu ouvrir le réfrigérateur réfrigérateur pour que je mette les légumes au frais au lieu de me regarder au lieu de me regarder badalan min antandura ilay au lieu de me regarder pourrais-tu hal yumkinuka pourrais-tu ouvrir le réfrigérateur hal yumkinu fath الثلاجة pour que je mette لأجل أن أضع les légumes au frais لأجل أن أضع فيها أو لأضع فيها les légumes الخضروات au frais الطازجة au lieu de me regarder pourrais-tu ouvrir le réfrigérateur pour que je mette les légumes frais frais طازجة au lieu de me regarder حاولوا أن تأخذ مثلا au lieu de me regarder جملة جميلة يمكن أن تستعملها مثلا pourrais-tu ouvrir le réfrigérateur يعني وهي جملة لوحدها pour que je mette لأضع أو لأجل أن أضع les légumes au frais الخضروات الطازجة أو وهي طازجة comme avant chaque personne prépare son repas donc الزوج والزوجة متخاصمان ستقول له مثلا وسيقول لها comme avant chaque personne prépare son repas يعني مثل قبل إذا ما تخاصمنا من قبل كل واحد يحضر ما سيأكله أو يعد وجبته comme avant chaque personne prépare son repas comme avant chaque personne prépare son repas مثل قبل كل شخص يعد وجبته comme avant chaque personne prépare son repas مثل قبل كل شخص يعد وجبته Comme avant, chaque personne prépare son repas. Comme avant, chaque personne prépare son repas. Nous irons dîner en ville avant d'aller au cinéma. Nous irons dîner en ville avant d'aller au cinéma. Nous irons dîner
en ville avant d'aller au cinéma. Nous irons dîner en ville avant d'aller au cinéma. Nous irons سنذهب dîner لتناول العشاء dîner هو تناول العشاء en ville le dîner هو العشاء ولكن dîner كفعل وليس اسم فهي تناول العشاء أو نتعشى en ville في المدينة avant قبل d'aller au cinéma الذهاب إلى السينما إذا nous irons dîner en ville avant d'aller au cinéma سنذهب لتناول العشاء في المدينة قبل الذهاب إلى السينما nous irons dîner en ville avant d'aller au cinéma nous irons dîner en ville avant d'aller à l'école وما شابه إذن أعيدوا معي nous irons dîner en ville avant d'aller au cinéma le dimanche Nada mange des croissants le dimanche Nada mange des croissants le dimanche يوم الأحد Nada mange تأكل الحلوى صديقتك ندى وستقولين لزوجك أن يوم الأحد ندى تأكل الحلوى أو مثلا le dimanche je mange des croissants أي أنا أكل الحلوى le dimanche je mange des croissants أو le dimanche tu manges les croissants أي في يوم الأحد تأكل أو تأكلين الحلوى les croissants يمكنكم أنتم أن تكتبوا في التعليق ما هي الترجمة الدقيقة للي كرواسون وهي كحلوى هلالية كرواسون كرواسون هو على شكل هلال نقول كرواسون روج أو كرواسون روج على شكل مربع وهي الصليب الأحمر وتوجد عند المسيحيين وكرواسون روج وهو الهلال الأحمر ويوجد عند المسلمين وهي مجموعة من المسعفين يقدمون إسعافات للضحايا الكوارث نقول كرواسون روج أو كرواروج وكرواسون هي هلال ويعني حلوى على شكل هلال يمكنكم أن تعطوني اسمها وجزاكم الله خيرا وسنستفيد جميعا إن شاء الله لو ديمونش يوم الأحد ندا مونج دي كرواسون أو لو ديمونش جو مونج دي كرواسون حسب ما تريدين أن تقولي أو حسب ما تريد أن تقوله يمكن أيضا أن تقول ندى لا تحب الحبوب أي تلك الحبوب التي نضعها في الحليب في الصباح يأخذون مثلا الأطفال وجبة الإفطار بالحبوب مثلا ندى نيم با لي سيريال ندى نيم با لي سيريال ندى لا تحب الحبوب ندى نيم با لي سيريال أو طفلك مثلا طفلتك ستقول Je n'aime pas les céréales. La uhibbu al-hubub. Je n'aime pas les céréales. La uhibbu al-hubub. مثلا على خبزها أو على خبزه الطفل الصغير إنها تضع المربى أو إنه يضع المربى وسنقول سنتكلم باسم المؤنث الطفل الصغير sur son pain elle met de la confiture sur son pain elle met de la confiture على خبزها إنها تضع المربى المربى لأننا استعملنا elle met de la confiture sur son pain elle met de la confiture على خبزها إنها تضع المربى sur son pain Elle met de la confiture. Sur son pain, elle met de la confiture. Ou maintenant, il y a un tous les jours. إذا قلنا توجور مربوطة
toujours, daiman, wa tous les jours, elle boit un jus d'orange, et teflatuna, daiman, كل يوم تشرب tous les jours كل يوم تشرب البوا تشرب un jus d'orange عصير البرتقال tous les jours elle boit un jus d'orange ويمكن ان نقول toujours دائما toujours او rarement نادرا او souvent غالبا او parfois في بعض الاحيان Parfois, elle boit un jus d'orange. في بعض الأحيان تشرب عصير البرتقال. ومثلاً في يوم الأحد تشرب كوب من الشوكولاتة. Le dimanche, elle boit une tasse de chocolat. Le dimanche, elle boit une tasse de chocolat. يعني يوم الأحد le dimanche هو يوم الأحد le samedi. يوم السبت مثلا elle boit تشرب une tasse coup de chocolat من الشوكولاتة إذن un verre avec deux R E تعني كأس une tasse تعني coup un verre تعني كأس une tasse تعني coup يمكنكم أن تعيدوا معي الجمل le dimanche elle boit une tasse de chocolat Le dimanche, elle boit une tasse de chocolat. Le dimanche, elle boit une tasse de chocolat. ولكن إذا قلنا il فهذا يعني أنه يشرب كوب من الشوكولاتة. يعني المذكر. يعني الطفل. Il boit طفلة أو مؤنث نقوله elle boit. تشرب. Elle boit. Elle boit une tasse de chocolat. Le dimanche, elle boit une tasse de chocolat. Sa maman, مثلاً, sa maman boit son thé avec du lait et du sucre. Ou je bois avec S, on a je bois le thé avec du lait et du sucre. Ou ça s'appelle مثلاً. الجارة لزوجها لا مامون دو ندى او سا مامون بوا سون تي افيك دو لاي اي دو سكر سا مامون بوا سون تي افيك دو لاي اي دو سكر احاول ان انوع شيئا ما ان اغير شيئا ما في الجمل لكي تستطيع التكلم والتحدث بها اي باللغة الفرنسية سا مامون بوا سون تي افيك دو لاي اي دو سكر سا مامون أي أمها بوا تشرب سون تي أي الشاي الخاص بها avec du lait مع الحليب et du sucre والسكر sa maman boit son thé avec du lait et du sucre sa maman boit son thé avec du lait sa maman boit son thé avec du lait et du sucre sa maman boit son thé avec du lait et du sucre Nada Mais aussi parfois du miel sur son pain. Nada met aussi parfois du miel sur son pain. Nada met tadao aussi تعني أيضا ولكن parfois لا يمكن نضع أن نقول Nada tadao أيضا أحيانا سنقول Nada tadao أحيانا parfois du miel العسل sur son pain على خبزها إذا ندى مي aussi parfois أو نقول ندى مي aussi toujours du miel sur son pain أو تقولين مثلا ما في مي aussi parfois du miel sur son pain أو تقولين ما في مي aussi toujours du miel sur son pain. Nada met aussi parfois du miel sur son pain. سأعيد قراءة الجمل بسرعة. الحلقة السابعة عشر تطبيق اللغة الفرنسية على أرض الواقع أي في منازلكم أو في الخارج كل ما يتعلق بالمطبخ والأكل.
Je fais la cuisine. Je fais la cuisine. Tu fais les courses. Tu fais les courses. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Elle fait la vaisselle. Elle fait la vaisselle. Je n'aime pas le fromage. Je préfère manger un yaourt. Je bois un verre de lait chaque matin avec des céréales. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Veux-tu du beurre sur ton pain ou préfères-tu de la confiture? Veux-tu du beurre sur ton pain ou préfères-tu de la confiture? J'ai du chocolat, des œufs et de la farine. Je peux faire un gâteau? J'ai du chocolat, des œufs et de la farine. Je peux faire un gâteau? Je n'ai pas de légumes frais. Je n'ai pas de légumes frais. Au lieu de me regarder, pourrais-tu ouvrir le réfrigérateur pour que je mette les légumes au frais? Comme avant, chaque personne prépare son repas. Nous irons dîner en ville avant d'aller au cinéma. Nous irons dîner en ville avant d'aller au cinéma. Le dimanche, Nada mange des croissants. Le dimanche, Nada mange des croissants. Nada n'aime pas les céréales. Ah ou, je n'aime pas les céréales. Sur son pain, elle met de la confiture. Ah ou, je mets de la confiture sur mon pain. Tous les jours, elle boit un jus d'orange. Ah ou, parfois, elle boit un jus d'orange. Le dimanche, elle boit une tasse de chocolat. Le samedi, elle boit du thé. Sa maman boit son thé avec du lait et du sucre. Maman ne boit pas le thé avec du lait et du sucre. Nada met aussi parfois du miel sur son pain. Moi, je ne mets pas du miel sur mon pain. مشاهدينا الكرام، أشكركم على تبعكم لهذا الفيديو، وأتمنى أن تكونوا قد أتممتم الفيديو. ومن أتم الفيديو إلى الأخير فليكتب ندى مي أوسي بارفوا دي ميل سور سون بان، يعني الكلمة أو الجملة الأخيرة في الفيديو، ومن ثم سأعرف من يصل إلى الأخير ومن لا يصل إلى آخر الفيديو. وأطلب منكم مشاهدينا الكرام، لمن أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية بكامله فليضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، أو فليضغط على La Langue Française وهي أسفل الفيديو مباشرة، وسيجد بلاي ليست وليضغط عليها، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وأيضا يمكنه الضغط على إي في أعلى الفيديو وسط دائرة في الجهة اليسرى، أو فليضغط على المجموعة التي تظهر أمامه الآن. وأطلب منكم مشاهدين الكرام مشاركة الفيديو مع الأصدقاء والأحباب عبر الواتساب أو الفيسبوك أو التويتر بالضغط على بارتاجي أو مشاركة، وذلك لتعم الفائدة وليصل الفيديو إلى الآخرين الذين لا يستطيعون الدخول إلى اليوتيوب. وشكرا لكم مشاهدين الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.